استشرت حد، خدت اذن حد، كلمت المهندس هاني قلت له انا هطلع اتكلم، انا هطلع اقول يعني، ولا طلعت من نفسك؟ لا انا برضو يعني كابتن هاني ابو ريده انت عارف برضو يعني تليفونه مقفول معظم الوقت، ما قدرتش يعني النائب الرئيس لاتحاد الكوره، اتكلمت مع كابتن شوبير، وكابتن شوبير قال لي يعني من حقك تتكلم وده طبيعي واعتذارك دوت شيء تمام يعني، كابتن شوبير قال لك اطلع اتكلم. تمام يعني ما انا اللي كنت عايز اتكلم مش هو اللي قال لي اطلع اتكلم. ايوه يعني انت استأذنت يعني، انت برضو ما طلعتش من نفسك، انت يعني استشرت. لا انا بص انا كده كده كنت هطلع من نفسي، لكن انا بتكلم على نقطه كمان، ان انا يعني انا ما بعفيش حد من المسؤوليه، كلنا مسؤولين. تمام. اذا كان جهاز فني بالدرجه الاولى. طب انا عايز احرك سؤال تاني، انت استشرتهم، طب ما هم خارج المجلس، ولا هي حاجه ادبيه؟ لا انا يعني انا بتكلم على الشخص، يعني انا يعني باخد رايه في بعض الاجزاء، لكن انا كنت هطلع كده كده اتكلم. انا بالنسبه لي انا كهاني رمزي يمكن بعد البطوله بايام كلنا كنا متوترين جدا وكلنا في حاله سيئه جدا ولغايه دلوقتي، لكن انا ما قدرتش بصراحه، انا قلت لازم يعني ده واجب عليا، انا قلت ده واجب عليا. انا بس اللي انا خذلني او اللي انا مستغرب له ان الناس حولت الدفه ان انا بهرب، ان انا بالعكس انا تاني بقولها قدام ضيوفك وقدام الناس كلها، انا بتحمل المسؤوليه يا جماعه كامله، مش معنى توضيحي للامور، لا ده واجب ادبي عليا. وموضوع الاستقاله انا شرحتها لان اعتقد ده كان هيكون عامل سلبي جدا جدا على الجهاز طيب. الفني وعلى اللعيبه دلوقتي. انا مش هقول لك على اللعيبه اللي انت اعترضت عليها وهي موجوده، انا اقول لك اللعيبه اللي كنت عايزها تبقى موجوده مع منتخب بغض مصر. النظر يا مهيب، لا انا يعني انا اتكلمت في النقط دي بما يكفي، انا كل اللي عايز اوضحه مع حضرتك انا قلته توضيحي يا جماعه، ارجوكم ما تفهموش اعتذاري، ما تفهموش توضيحي للامور بشكل خاطئ ان هو ان انا بشيل المسؤوليه او بتنصل، انا لا انا باكد تاني انا مسؤول عن اللي حصل، وتوضيحي للامور انا شايف انه ده واجب ادبي على الناس، لما يكون في اخفاق لازم نطلع للناس ونقول يا جماعه كان في اخفاق 1 2 3 وانا جزء من الاخفاق دوت وانا جزء من المسؤول عن الاخفاق ده، وان شاء الله باذن الله انا متاكد ان شاء الله ان الكره المصريه هتعود يا رب قريبا جدا في البطوله الافريقيه اللي جايه، هنثبت ان احنا ابطال افريقيا وان شاء الله هنوصل كاس العالم، ويعني هو ده اللي اقدر اقوله. وتحياتي لكل الكباتن اللي معاك، واسف ان انا طولت لا عليك. لا بشكرك كابتن هاني رمزي، يعني كان يعني الامور كانت لازم يبقى في ايضاح كبير جدا، وانت شرحت حاجات كتيره جدا، يمكن كابتن طارق كان داخل في سكه انت وضحت له حاجات كتيره جدا كابتن.